السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا النهاردة في جولة جديدة من محل رص. احنا كنا صورنا الاسبوع اللي فات وكان فاضي خالص اول ما فتح بعد الحظر. النهاردة جيت اوريكم ان الحمد لله المحل رجع لطبيعته والحياة عادت لي بشكل سليم. والحمد لله المحل رجع تاني مليان. تعال نشوف مع بعض. ده عندي ركن الأدوات الإلكترونية، السماعات، الحاجات اللي تخص الموبايل، وده الشنط. طبعا الشنط كان في الفيديو اللي فات ده ما كانش فيه أصلا خمس شنط على بعض كده، مش مكملين 10 شنط. جايبين كمية كبيرة جدا، سواء كان شنط سفر أو الشنط الباك. يعني ما شاء الله المحل رجع اتملى تاني. حتى الستاندات بتاعت اللبس الرجالي كانت تقريبا شبه فاضية، وكان حتى الحاجات اللي فيها شوية مش قد كده. لا الحمد لله الحاجات رجعت التاني اتملت، لان كان في ناس لما تداولت الاخبار الفيديوهات دي اللي هو اني ما في ان محلات رص فاضيه بالشكل ده على مستوى الولايات كلها، الناس افتكرت ان هو بيصفي. عشان كده انا لما روحت لقيت ان الحياه بدات ترجع له تاني والدنيا رجعت تتملي تاني، حبيت انزل الفيديو ده علشان خاطر محدش يفتكر ان هو بيصفي. ده عندي اللبس الحريمي نفس الكلام برضو، رجع جايبين كوليكشن كبير يعني، وجايبين كل حاجة، مش نوع واحد بس، كل حاجات جايبينها. حتى الشوزات والشنط الحريمي جايبين كمية كبيرة برضو، وجايبين ماركات عالية جدا زي العادة بتاعت روس. ادي الشوزات هنا، ده ركن الشوزات. هلاقي عندي جايبين كوليكشن لطيف يعني، وشوزات حلوة جدا، حاجات كلها يعني مش قديمة ومش متكررة، طبعا زي أسعار روس العادية يعني. يعني بحاول أجيب لكم يعني نظرة كده سريعة على الشوزات، لأن طبعا هتختلف من كل فرع للتاني. عندي هنا هلاقي برضو برضو دي طرح إشربات، ألوانتها جميلة جدا، لو حد حابب يشتري حاجة زي كده ده سعرها 7 دولار. ادي الألوان اللي موجودة، شايفة ان الكوليكشن لطيف يعني، مش هما طبعا مش كفاية بس احسن من صفر. بالنسبة ان احنا الحجاب كله بنشتري اونلاين، فان يبقى في حاجة بتتباع قدام عينك طبعا اكيد هتبقى افضل. هنا طبعا الركن بتاع البيوتي ده كان فاضي خالص لو تفتكروا. هنا دي الشنط برضو كانت كمية قليلة جدا، ما كانش فيه اصلا اختيارات يعني، كانت الاختيارات قليلة جدا ومش لطيفة. هنا عندي شنطة التومي اهي، سعرها 18 دولار. دي شنطة بمحفظة، تقسيمتها من جوه طبعا جميلة جدا وخامتها تحفة، وجايبين كمية كبيرة من الشنط التومي لو الناس بتحب التومي ده. زي ما شايفين اهي الشنطة اهي عندي، وفي مقاسات كتير يعني، في الباك وفي شنط الكروس وفي شنط الكبيرة وفي شنط اللي هي شبه المحفظة دي صغيرة. هتلاقي كمية كبيرة من الشنط. الشنطة التومي دي جميلة قوي، لونها جميل قوي ولطيفة وحجمها حلوة كمان، ودي سعرها 28 دولار. شايفين انا شايفه ان اغلب الشنط هتلاقيها تومي وهتلاقيها اللي هي جس، دي اكتر حاجة يعني، بس الجس اغلى بكتير، سعرها عموما في العادي غالي. عندي هنا لبس الاطفال، رجعوا جايبين ماركات، جايبين بوما وجايبين كارترز. اغلب اللبس اللي بيبقى موجود بيبقى يعني بيبقى فيه كتير منه جدا كارترز. دي شنط السبورت برضو، الحاجات دي ما كانتش موجودة خالص، كانت خلصانة كلها. هنا الشوزات الأطفال هلاقيها برضو نفس الكلام، رفوف رجعت اتملت. وهنا دي برضو جولة كده سريعة في فساتين الأطفال، هلاقي واضح جدا جايبين كوليكشن لطيف، جايبين فساتين اللي هي التول اللي طالعة موضة. الجيبات دي والشرطات دي كلها كارترز، ادي التيكت بتاع كارترز محطوط عليها، انا هوريكم التيكت.
الجيبات دي جميلة جدا، انا جايبة منها قبل كده تحفة. كل الحاجات دي كارترز، ادي التيكت بتاعها اهو، وجيبات وشورتات جينز وشورتات قماش، كلها حاجات كارترز. وطبعا نزل يعني تقريبا بتنزل يعني نص تمنها. او شايفين الاستندات؟ طبعا الاستندات دي كانت كلها فاضية، حتى الاستندات بتاعت الشوزات اهي باينة اهي قد ايه مليانة. عندي بس الجزء ده شوية فاضي، بعد الاستندات بتاعت الشوزات هلاقي الاستندات بتاعت الالعاب. ولو نفتكر ان استندات الالعاب كانت فاضية خالص ساعة الفيديو اللي فات، هم جايبين طبعا مش دي الكمية الطبيعية بتاعت الالعاب اللي بتبقى في روس، طبعا بتبقى الالعاب فعلا فوق بعض، بس طبعا يعني احسن من الاول. الاول كان مفيش خالص، وواضح ان هم جات لهم يعني شحنة كده مالوا بيها المحل. طبعا يعني الحمد لله ده شيء مطمئن يعني نفسيا، لان احنا روس بنعتمد عليه تقريبا في حاجات كتيرة جدا، لان يعني هو متنوع وبيجمع براندات كتير وبيبيع حاجات اسعارها تحفة، وهتلاقي عنده كل حاجة، ودي احلى حاجة فيه ان هو متنوع. ده الركن بتاع الحاجات الادوات المنزلية. طبعا ده كان فاضي فاضي يعني ما كانش فيه حاجة خالص، كان مثلا في حلتين ولا حاجة. لا طبعا اهو اتملى اهو، والحلل بتاعت روس من احلى الحلل ممكن تشتروها يعني، وخصوصا ان انتوا بتشتروا المقاس اللي يعجبكم. يعني لو حابين تشتروا حلل، انا انصحكم ان انتوا تجيبوا حلل من عنده، لان انت بتجيبي المقاس المناسب ليكي والمقاس اللي انت محتاجاه. اللي لسه ما اتفتحش الفيتنج روم والريست روم هتلاقي حاطين عليها يافطه، هي ممنوعة علشان كورونا. دي برضو الحاجات اللي هي الديكوريشن بتاع البيت، سواء البيت او الجنينة او كده، برضو كانت كل الحاجات دي فاضية رجعت. دي حاجات اساس، ده لبس الحريمي بس اللي هو الدرسات والحاجات دي. هنرجع هنا الركن الرجالي، هلاقي هنا اللي مكان الحلاقة والشرابات والحاجات بتاعت الرجالة. وبعد كده هدخل على الشوزات الرجالي. هي الشوزات الرجالي صراحة ما كانتش مختفية قوي ساعة لما انا جيت المرة اللي فاتت، لما صورنا الفيديو اللي فات كانت موجودة، بس حاسة ان هم جايبين كمان كوليكشن جديد المرة دي اهو، كوليكشن لطيف، وجايبين ماركات كتيرة، يعني مش ماركة واحدة بس، جايبين ماركات كتيرة واختيارات كتيرة هتلاقوها في الشوزات. هنا لو تفتكروا المكان اللي احنا بنقف فيه الطابور بتاعنا، بيبقوا حاطين حاجات كده هون سريعة، بحيث ان انت واقف في الطابور ممكن تتلفى منهم حاجة سناكس وحاجات كده. ده كان كل ده كان الأسبتة دي كانت كلها فاضية كلها، دلوقتي هي كلها موجودة. وكمان جايبين وايبس، حاطين وايبس وجايبين سانيتايزر، دي حاجات طبعا كانت مختفية الفترة اللي فاتت. لأ جايبين هم اهو كمية كبيرة جدا من الوايبس ومختلفة. وهتلاقي كمان هنا شنط الميك اب، كل ده كان فاضي يعني، كل البوكسات دي كانت فاضية. الشنط دي جميلة جدا في السفر، بتلم حاجتك طبعا عشان تبقى معاكي يعني، تبقى قريبة منك، لو تحطي فيها اكسسوارز او الميك اب بتاعك او الحاجات اللي بتستخدميها في السريع لو انتي مسافرة يعني، وخصوصا ان احنا هنا في امريكا انتقلتنا كتير جدا. اشكالهم حلوين جدا صراحة. وهنا برضو الازايز اللي هي الرياضية، يعني حاجات كلها سناكس زي ما قلتلكو هتلاقوها هنا، هتلاقوا كانديز، هتلاقوا فشار، هتلاقوها يعني حاجات كتيرة تنفع كسناكس. انا كده في طريقي رايحة للكاشير هحاسب، وانا واقفة عند الكاشير لقيت بقى جايبين شايفين الوايبس دي اللي هي المعقمة، وماسكات، دي ماسكات علبة فيها 25 ماسك اهي ب$15، وهي بقت موجودة متوفرة في اماكن كتير. وهلاقي كمان في ماسك اللي هو في 5 ماسك ب$6، وهتلاقي كمان الماسكات القماش نازلة تقريبا ب$3 أو ب$4، أشكال منها وألوان برضو، دي حاجة لطيفة. دي كده كانت جولتي النهاردة في روس بعد ما رجعت الحياة إلى روس زي ما قلنا، والمحل رجع اتملى تاني. حبيت أطمنكم يعني إن الحمد لله روس مش هيقفل والدنيا تمام. وأنا كده في طريقي إلى مارشل جنب روس على طول. مارشل أنا رايحة مارشل هكمل في الجولة بتاعتي النهاردة.
برضو على الباب كاتبين ان احنا العدد بتاعنا 100 بس، واللي احنا نحاول نحافظ على السوشيال ديستانت. انا هكمل الجولة بتاعتي في مارشل واسيبكم بقى، يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.